اولا مبروك الفوز للزمالك، لكن ثانيا عشان نقول مبروك التاهل للزمالك على الفريق انه صحح الاخطاء الدفاعيه اللي ظهرت في الشوط الاول علشان ما يديش متنفس للترجي للعوده في مباراه الاياب. اهلا بيكم في حلقه جديده من سبوره جول، واللي هنتكلم فيها عن ايه الحاجات اللي محتاج الزمالك يعالجها في دفاعه في واللي ظهرت في الشوط الاول امام الترجي، وايه الحاجات اللي عملها في الشوط الثاني واللي لازم يخليها كوبي بيست في مباراه الاياب. النقطه الاولانيه هي النقطه الدفاعيه. ليه الترجي كان لاقي مساحات كبيره جدا في دفاع الزمالك في الدقائق الاولى؟ خلينا نتكلم. النقطه الاولانيه كانت ان راس الحربه وطارة بيلعب مع حمدو الهوني بشكل في ثنائيه بينهم هما الاثنين علشان يفرغوا ناحيه اليمين اللي فيها ضعف بشكل طبيعي في الزمالك منذ تولى حازم امام مهمه الدفاع عن هذا اللواء وهذه الجبهه. اللي حصل ان كان وطارة بينزل علشان ياخد معاه واحد من السنتر باكات فيفضي مساحه لحمدو الهوني اللي كان بيبقى معاه حازم امام، لكن المساحه دي كانت دايما بتفضى. هل دي بس الحاجه اللي كانت بتعمل؟ لا، كان في اكتر من حاجه تانية. كان وطارة في اوقات كتيره بيحاول يستدعي زمايله هنا، فكان بيقف على الكوره في المنطقه دي وبعد كده يبتدي يدور اللعب بحيث انه يشغل لعيبه الزمالك ويدي مساحه مره تانية لحمدو الهوني علشان خاطر يزيد بالمنظر ده. طب ليه كان في مساحات كبيره جدا ظاهره عند حازم امام؟ ده بسبب الراجل ده ونجم. ونجم كان مش بيرجع يدافع مع حازم امام بالشكل الجيد، واعتقد ان هي محتاجه تتشرح بس بشكل مبسط عن كده. اللي المفروض المكان اللي ياخده ونجم في ارض الملعب هي المنطقه دي. المنطقه دي هي اللي هتخلي حمدو الهوني وهو معاه الكوره لو عايز يطلع لبره يلاقي حازم امام، لو عايز يدخل لجوه هيلاقي ونجم في وجهه. لكن فكره ان ونجم كان دايما واقف هنا كانت مخليه حمدو الهوني كل ما بيحب يدخل بحازم امام للعمق بيلاقي وسيله وبيلاقي مساحه، بيلاقي كونكشن مع لعيبه الترجي جنبه سواء المهاجم او الجناح العكسي اللي ايضا كان بينضم للعمق، فلما بيلاقي كونكشن بالدور اللعب بيبقى اصعب على لعيبه الزمالك وقلبين الدفاع ان هم يصطادوا الكوره، وبيبتدي الموهبه او بتبتدي الموهبه بتاعت حمدو الهوني تصنع الفارق للفريق سواء بانه يطلع لبره ويحول الكوره في القلب لأي حد أو إنه يدخل لجوه في العمق وهو يسدد بنفسه على المرمى. فدي كانت النقطة الأولى. اللي حصل في مباراة السوبر الأفريقي إن الزمالك كان بيلعب كله وحدة واحدة، كان الزمالك بيلعب بالمنظر ده أربعة قدامه اتنين ارتكاز واقفين في حضن الأربعة الباكات وثلاثي وسط الملعب كان متراجع. إنما في مباراة الزمالك والترجي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا اختلف الوضع، وخلونا نتفرج على سبيل المثال على الهدف اللي سجله الترجي. هتلاقي كرة رمي التماس فيها المهاجمين بتوع الزمالك كلهم واقفين في أماكنهم بعاد عن اللقطة، وبالتالي فرجاني ساسي كمان جاي متأخر، وبالتالي طارق حامد هو بس اللي شايل مسؤولية الدفاع، ونجم مش راجع، فرجاني ساسي مش راجع، فبمنتهى السهولة لعيبة الترجي لقت المساحة الكافية للتسجيل. وهتلاقي في نصف ساعة كاملة اللي كان حاصل ان دفاع الزمالك كان بيلعب منخفض جدا في حضن ابو جبل بالمنظر ده، طارق حامد كان بيلعب في حضنهم هو كمان من داخل منطقة الجزاء، لكن فرجاني ساسي كان بيلعب متأخر جدا فالمساحات كانت او بيرجع متأخر جدا وهو كان بيرجع لوحده كمان، فكانت المساحات دي كلها مكشوفة. اشرف بن شرقي ما كانش بيرجع، لازم كان يرجع. اوباما كان بيرجع مثلا في مباراة السوبر 3-1 في الشوط الاول، وزيزو ونجم كانوا بيرجعوا، لكن ونجم كان بيرجع على استحياء، يعني بيرجع لكن امكانياته في قطع الكوره قليله جدا، وبالتالي ما عملتش اي عامل مساعد للزمالك دفاعيا. طبعا الحمد لله على انه نجم كان في الملعب عنده حلول هجوميه، يعني كان ثغره دفاعيه لكن كان السبب الرئيسي في عوده الزمالك بهدف في توقيت مهم جدا. الهدف ده ساعد الزمالك هو وخليل شمام الباك ليفت اللي نزل فيه الترجي واللي كان واضح ان هو نقطه ضعف كبيره جدا للفريق في ان الزمالك يظهر في الشوط الثاني بشكل جيد. هل ده بس؟ في الحقيقه لا، في نقط مهمه جدا ان كارتيرون يعملها كوبي وبيست في مباراه الاياب. ايه هي النقط دي؟ هي خروج الزمالك بالكوره تحت ضغط الترجي. اللي كان حصل في الشوط الاول ان اشرف بن شرقي تحت رقابه كولوبالي طول الوقت، وبالتالي الزمالك كل ما بيحاول يخرج بالكوره بتلاقي ان المساحات ضيقه جدا وفي رقابه من لعيبه الترجي على لعيبه الزمالك ومنعينهم من استلام الكوره بالمنظر ده. وكل ما بيحاول اشرف بن شرقي ينزل معاه كولوبالي، كل ما بيحاول يستلم الكره يمينا او يسارا معاه كولوبالي في كل حته في الملعب. اللي حصل بقى في الشوط الثاني مختلف، اشرف بن شرقي ابتدى يسيب مكانه في الناحيه دي وابتدى ينزل على الجناح، وبالتالي كانت الكره لما بتدور تحت الضغط كان محمد عبد الشافي بتوصل له الكوره، كان بيقدر
يلاقي أشرف بن شرقي هنا يقدر يستلم الكرة، وأشرف بن شرقي طالما استلم الكرة على الجناح فهو عنده قدرة على الجري، وبالتالي زق فرقته بالكامل للأمام، أو حتى لو ما كانش عنده قدرة على الجري وكان عنده قدرة على التمرير فهيدور اللعب لحد ما الزمالك يجبر الترجي على التراجع، وطالما رجع الترجي فالزمالك بيبتدي ياخد نفسه ويبتدي ينظم لعبه ويبتدي يظهر بشكل أفضل. ده اللي حصل في الشوط الثاني مع نقطة مهمة جدا، مصطفى محمد مزعج إزعاج غير طبيعي لأي خط دفاع اللاعب ده. احنا بنتكلم على واحد عنده القدرة والسرعة والقوة اللي بتخليه يقدر ينزل نص الملعب كل ما بيشوف لاعب الارتكاز مش في مكانه علشان خاطر يبعد عن قلبين الدفاع، يستلم الكرة يشد واحد معاه فيفضي مساحة لزمايله يخشوا، يا اما يلف باللاعب ده ويشوط على المرمى مباشرة. هتيجي، عايز اقول له هو عمال يجرب مرة واثنين وثلاثة ما بتجيش، بس هتيجي. صحيح جات قبل كده في وادي دجلة وهو ده اللي مخليه متشجع على التصويب، صحيح في حالات بيبقى لازم يبصي فيها، لكن كتر المحاولات وكتر المحاولات الناجحة بين الثلاث خشبات يشجع مصطفى محمد على انه يكمل، لان في مباراة الاياب مش هيلاقي دعم، مش هيلاقي مساعدة كتيرة من زمايله، لان زمايله هيبقوا مشغولين في الحالات الدفاعية. مهم جدا زمايله فعلا يكونوا بيدافعوا زي مباراة السوبر الافريقي وحدة واحدة وما يحصلش زي اللي حصل في الشوط الاول، ومهم جدا ان هو ياخد اللواء بتاع الهجوم بمفرده بقوة بضغط على المدافعين علشان خاطر ربما يكون هو ده السبيل للزمالك لعبور مباراة الإياب والتأهل اللي وقتها هيكون فعلا مستحق على حساب الترجي.